إلى جانب استمرار الاعتراضات الشعبية المطلبية في مدن إيرانية متعددة، اعتراضا على ارتفاع أسعار البنزين على نحو قياسي، لم تكن مهمة السلطات صعبة لإثبات فوضوية ما يفعله بعض مستغلي الاحتجاجات من خلال بث هذه اللقطات. نهب وحرق وتدمير للممتلكات العامة وعمليات إرهابية بحسب تعبير المتحدث باسم الحكومة علي ربيع طاولت القوات الأمنية. وفقا للتقارير فإن البعض استخدم أسلحة نارية أدت إلى استشهاد عدد من رجال الشرطة. سلوك هؤلاء يشبه سلوك الإرهابيين، ومن الطبيعي أن يتخذ بومبيو الذي يفرض العقوبات على الشعب الإيراني موقفا مؤيدا لأعمال الشغب. موقف أمريكي ومواقف أخرى لحركات ملكية وانفصالية وأخرى من منظمة مجاهدي خلق لن تغير في الواقع شيئا، يقول أصحاب القرار. ومن الخطوة الحكومية التي يمثل دعم أصحاب الدخل المحدود من المجتمع الإيراني هدفها الأبرز. نبذل جهدا لمساعدة العائلات بشكل مستمر، فعدا عن الرواتب الشهرية التي تدفعها الحكومة للفئات المتوسطة والمحدودة الدخل، سندفع رواتب أخرى لهذه الفئات في إطار قرار الدعم المعيشي الأخير. بالنسبة إلى السلطات الإيرانية فإن التأخر في حسم الأوضاع لا يعكس ضعفا بقدر الحرص على عدم إراقة مزيد من الدماء، لكنه خيار لن يطول كثيرا بحسب بيان لحرس الثورة إذا استمرت الأعمال المخلة بالأمن العام. لم تعد الأوضاع ضبابية كاليوم الأول من الاحتجاجات، التظاهرات انحسرت والحكومة ماضية في تنفيذ قرارها بتأييد من المرشد الذي أكد أن الإجراءات الأخيرة وإن كانت تضر بمصالح البعض لكنها تصب في مصلحة الغالبية من الإيرانيين. أحمد البحراني، طهران، الميادين.